مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلو المالتيزرز. حلو كتير كتير طيبة وسهلة وبسيطة. بتتحضر بخمس دقايق تحضيرها، بخمس دقايق يعني انا بشتغل فيها خمس دقايق بس. المقصود يعني انه تحضيرها بالتحضير قدي بشتغل فيها، عرفتوا كيف قصدي؟ منحطها بالبراد حوالي ساعتين. هيدا الشكل كتير كتير فخامة وطيبة. هيدا الحلو بتمنى تنال اعجابكم. شايفين كتير سهلة وبسيطة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي عنا 150 ملي حليب، منحط ظرف كريمة. انتو الكريمة اللي بتستعملوها بتمشوا على الطريقة المكتوبة على الظرف عندكم. بخفق الكريمة. بس صارت عندي الكريمة بهيدا الشكل منوقف خفق. هلأ بدنا نحط سكر بودرة وكاكاو. ملعقة اثنين. حطينا ملعقتين طعام سكر بودرة. حط ملعقة طعام كاكاو. برجع بخفقهم مع بعض. خفقتهم على سرعة خفيفة. هيدي الكريمة صارت جاهزة عنا، نحطها على جنب. عنا جط حليب وصينية. بغط أصابع ليدي فينجر بالحليب وبصفهم بأرض الصينية. دايما نقصها شي بسيط. بشيل الحليب، بحط الكريمة، بنمد الكريمة نفس المستوى. بس مديت الكريمة نفس المستوى، هلأ بحط على الوجه مالتيزرز. منعبيها كلها مالتيزرز. بعد ما حطيت المالتيزرز على الوجه، هلأ بحطهم بالبراد أقل شي ساعتين. هيدي حلا المالتيزرز اللي عملتها انا وياكم بعد ما جمدت منيح بالبراد. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.